الانطلاق الفعلي للحملة التحسيسية استعدادا لعيد الأضحى المبارك إن شاء الله. طبعا هناك استعدادات كبيرة من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء من أجل رفع التحدي إن شاء الله ديال مدينة نقية نهار ثاني عيد. طبعا غادي يكون واحد تجنيد ديال الفرق عمال النظافة بالخصوص، تحية تقدير لهم لأن هاد الناس ما غاديش يعيدوا، غادي يشتغلوا طيلة اليوم 24 ساعة على 24 ساعة، غادي يخدموا نهار قبل العيد ونهار العيد ونهار ثاني عيد. فالله يخليكم يعني جميع، وهذا نداء لجميع المواطنات والمواطنين الساكنين بمدينة الدار البيضاء، لأن خصنا نساعدوهم، خصنا نكونوا إنسانيين، خصنا نحاولوا على أن الأزبال نوضعوها داخل الأكياس التي وزعت مليون كيس تم التوزيع بالمجان داخل مدينة الدار البيضاء من أجل احتواء هذه الأزبال. طبعا شاحنة 180 شاحنة سوف تجول طيلة اليوم مدينة الدار البيضاء من أجل جمع الأزبال. غادي تكون حتى يعني عملية ديال التعقيم اللي غادي تمر من بعد نهاية جمع الأزبال، وكنظن على أن الجميع مجند، مجلس مدينة الدار البيضاء مجند بجميع الطواقم ديالو، رؤساء المقاطعات غادي يكونوا حاضرين في الميدان يوم العيد، وبالتالي لهاد الناس كلها غادي تشتغل وما غاديش تعيد. فهذا أقل ما يمكننا نعمله كمواطنين كساكنة الدار البيضاء، أننا نساعدوا ونحاولوا نوضعوا غير زبل في الأماكن ديالو، وراه الخدمة الأخرى كلها غادي تكون على الشركة وعلى مجلس مدينة الدار البيضاء. نبيلة، واش غادي نشوفوا هاد البادرة غادي تعمل الأحياء الشعبية اليوم؟ ما كنتيش في مركز المدينة، واش غادي تعمل الأحياء الشعبية؟ هي انطلاقة من هنا، ولكن خير دليل ها هو معنا، يعني معنا السيد البرنوصي، فجميع رؤساء المقاطعات هم مجندون من أجل هذه العملية، عندهم تحسيس، وصلوا بالأكياس البلاستيكية اللي غادي يوزعوا على جميع الساكنة. اليوم تحدي كبير وهو أننا أحياء كل هذه المدينة الدار البيضاء تكون نقية، ما كنعزلوش، عندنا 16 مقاطعة بغينا تكون في الأوج ديالها إن شاء الله يوم ثاني عيد. وطبعا راه مازال كنأكد عليها، هذه العملية ما يمكن لها إلا تتم لولا يعني إن شاء الله تضافر الجهود ديال الساكنة، لأن خصنا ناخذ التحدي أن حدا بيبان ديورنا ما يكونش مسخين، أن الزبل ما نحطوش فين ما كان، كاين البلاصات ديال رمي الازبال خصها تحترم، وخاص يعني وحنايا راه حنا متجندين باش ندورو 24 ساعه على 24 ساعه ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.